تنحني الأيام إجلالا وإكبارا لقائد عظيم وشعب وفي كسبار هان السبق ضد الجهل والفقر والمرض. إن تمجيد المناسبات الوطنية والاحتفاء بها لهو خير دليل على أهمية الحدث في تاريخ الأمة. إن المتتبع لمسيرة الأعياد الوطنية في سلطنة عمان لا يدرك وضوح الهدف وسمو الغاية من هذه الاحتفالات، وإنما تشهده احتفالات اليوم من حداثة في الشكل والمضمون إنما يأتي انسجاما مع تطور المجتمع العماني في ميدان المدنية والعمران من عمر المسيرة الظافرة بقيادة باني عمان ورائد نهضتها الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله. ولقد حظيت سلطنة عمان بالنصيب الوافر في هذا الجانب، حيث يتم تمجيد العيد الوطني في يوم 18 من نوفمبر من كل عام كيوم تزف فيه البشرى وتقام فيه الاحتفالات الرسمية والشعبية. وخلال هذه المناسبة الغالية تلبس عمان أبهى حللها، وتزدان الطرق والمباني الحكومية والمجمعات التجارية والبوابات والجسور بالزينات وأقواس النصر. ونحن نقلب إرشيف جريدة عمان طالعتنا أعدادها القديمة بهذه التغطيات والتحقيقات الصحفية عن أعياد السبعينيات. لقد جاءت الأعياد الوطنية في مطلع السبعينيات وخلال السنوات الخمس الأولى من عمر النهضة المباركة لتسجل احتفاء بمنجزات عظيمة في بناء الدولة الحديثة، كما أنها تبرز نقلات نوعية في درب طويل سعى لإسعاد الإنسان العماني وإخراجه من عتمة الجهل والفقر المدقع وانتشار الأوبية إلى نور العلم والحياة الصحية المرفهة وتأمين سبل العيش الكريم على أرضه، ولينعم بالأمن والأمان بين أهله وعلى تراب وطنه. ففي زيارة لإرشيف تلفزيون سلطنة عمان وجدنا هذه المشاهد الحية من العيد الوطني الثالث المجيد. الزمان 18 من نوفمبر من عام 1973 للميلاد. المكان ميدان بيت الفلج. التفاضل بمقدار الإخلاص والكفاءة في العمل المثمر البناء، والكل مدعوون إلى التنافس الشريف في خدمة هذا الوطن العظيم. بمناسبة العيد الوطني الثالث تم افتتاح عدد من المشاريع التنموية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى، ومن أهمها افتتاح مدينة السلطان قابوس
وذلك يوم الأحد 18 من نوفمبر من عام 1973، حيث أزاح جلالته الستار عن اللوحة التذكارية. ثم قام بعد ذلك جلالته بجولة تفقدية لمباني المدينة. ومن ضمن الفعاليات التي شهدتها احتفالات البلاد بالعيد الوطني الثالث سباق الخيل والجمال، والذي أقيم بولاية السيب وبمشاركة الأهالي، حيث كان حضرة صاحب الجلالة هنا لمشاهدة فعاليات السباق وبحضور عدد من المسؤولين وجمع غفير من المواطنين. وفي نهاية السباق كان التكريم السامي للفائزين. كما تضمنت أجندة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الثالث المهرجان الطلابي الذي أقيم بمعهد الدراسات الإسلامية بالوطية تحت رعاية صاحب الجلالة المعظم، وبحضور كبار المسؤولين وأعضاء من السلك الدبلوماسي للبلاد وجموع غفيرة من المواطنين. هنا نشاهد جلالة السلطان المعظم يصل إلى ملعب نادي السيب الرياضي لمشاهدة مباراة الهوكي ضمن احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثالث، وقد سبقت المباراة عروض طلابية شيقة. نظراً للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بالأعياد الوطنية في سلطنة عمان، فقد تم في عام 1977 للميلاد وبأوامر سامية تكوين لجنة متخصصة بهذا الشأن عرفت بمسمى اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني. وقد أنيط بهذه اللجنة وضع الخطوط العريضة للاحتفال بالعيد الوطني المجيد سنوياً، ومناقشة البرامج المختلفة للاحتفالات ورفعها للاعتماد من قبل المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى. لوزارة الإعلام دورها البارز في التغطيات الإعلامية لاحتفالات البلاد بالعيد الوطني محليا ودوليا، وذلك على مستوى كافة وسائلها الإعلامية المقروءة منها والمسموعة والمرئية منذ العيد الوطني الأول في عام 1971.
بجهود السلطان وانت بوجه الليل صخرة ساحاتك ملقى الفرسان مجدك يا عمان 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 الحرة اكبر بجهود السلطان وانت بوجه الليل صخرة وساحاتك ملقى الفرسان. تزامنا مع احتفالات السلطنة بعيدها الوطني الرابع المجيد عام 1974 تم افتتاح تلفزيون سلطنة عمان في مدينة الإعلام بالقرم، لذا كان العيد الوطني الرابع هو أول عيد وطني ينقله تلفزيون كاملا. هنا نشاهد الجماهير تفد إلى أستاذ الشرطة بالوطية والذي سيتم افتتاحه رسميا هذا اليوم 18 من نوفمبر من عام 1974 تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، ويكون العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الرابع هو فاتحة العروض على ميدان هذا الأستاذ الكبير. ذكرى 18 من نوفمبر عيدنا الوطني في ذكراه الرابعة. وأبدأ حديثي معكم وأقول كل عام وأنتم بخير. شهد العيد الخامس عشر المجيد عام 1985 شهد احتفالات كبيرة حيث امتاز العرض العسكري بحضور عدد من رؤساء العالم من الدول الشقيقة والصديقة، والذين جاءوا ملبين دعوة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله. وقد تناول الخطاب السامي عبر مسيرته في الأعياد الوطنية أوجه تطور النهضة العمانية في جميع مجالاتها،
كالتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية والدفاع، بالإضافة إلى استغلال الموارد الطبيعية وتنمية الموارد البشرية. نحن والنهضة والعزة في يوم ولدنا، نحن والنهضة والعزة في يوم ولدنا، نحن والنهضة والعزة في يوم ولدنا، كان نور الفجر طفلا والتجا قد فر منا، يومها من بعد صمت أرسل البلبل لحنا، نحن علمناه أن يشدو للفجر. العيد الوطني العاشر شاهد هو الآخر على أكثر من حدث هام لهذا العام، فيه تم افتتاح وتدشين ميدان الفتح بلوطية ليكون ميدانا آخر تقام فيه مهرجانات الأعياد الوطنية وخصوصا الطلابية منها. كما أعلن جلالة السلطان المعظم في خطابه السامي لهذا العام عن إنشاء المجلس الاستشاري للدولة، وحرصا منا على خدمة المواطنين، فقد أصدرنا أوامرنا إلى هيئة متخصصة لإجراء دراسات بهذا الشأن وتقديم توصيات لتوسيع قاعدة الجهاز الاستشاري الحالي من المواطنين لحكومتنا. تميز عام الشبيبة الذي أقيم بمناسبة احتفالات السلطنة بعيدها الوطني 13 المجيد في عام 1983 بمشاركة عدد من الوفود الشبابية من مختلف دول العالم، بلغ عددها ما يقرب من 65 وفدا. كما تميز هذا العيد بأنه أول عيد وطني يحمل مسمى أحد قطاعات التنمية الاجتماعية والبشرية ليكون منطلقا لمسميات الأعياد الوطنية المجيدة. كراية بين النجوم نالت علو الطائلات. العيد العشرون شكل منعطفا هاما في مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة في عام 1990، حيث أعلن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في خطابه السامي خلال العيد الوطني العشرين عن إنشاء مجلس الشورى
محددا جلالته حفظه الله صلاحيات المجلس واختصاصاته وطرق المشاركة الفاعلة فيه من قبل المواطنين. وكما تعلمون فإن ما توخيناه من وضع هذه الرؤية المستقبلية هو أن تكون انطلاقة نحو القرن الحادي والعشرين تمكن الاقتصاد العماني من تحقيق تحول استراتيجي، فلا يبقى معتمدا على الإنفاق الحكومي وعلى الموارد النفطية. والأعياد الوطنية كذلك تلقي الضوء وباستمرار على متطلبات وتطورات هذه التنمية التي تتم وفق خطط اقتصادية خماسية شكلت حلقات متتالية منذ بداية أول خطة خمسية تنموية في السلطنة في عام 1975. ويتجسد هذا المفهوم في تخصيص أعوام بعينها وبتوجيهات سامية باسم أحد قطاعات التنمية المختلفة، سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي. إن نجاح التجارب الإنسانية هو نتاج سعي متواصل وعزم وإرادة وشعور بالمسؤولية، ولا يمكن لأمة من الأمم أن تدرك غايتها إذا لم تعمل يداً واحدة من أجل بناء مستقبلها وتنمية قدراتها وإمكاناتها. ونحن واثقون تمام الثقة من أنكم جميعاً رجالاً ونساءً سوف تسهمون في نمو هذه التجربة العمانية وترسيخ جذورها وإعلاء بنيانها من خلال العمل الجاد المتسم بالمسؤولية والحكمة. إن العيد الوطني يجسد لحمة البناء بين الشعب وقائده، كما يجسد تعبيرا صادقا عن حب وولاء المواطن العماني لقائد المسيرة العمانية المظفرة جلالة السلطان المعظم.